لأهمية ما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة. هذا هو البعبع الذي زبدوا به وهددوا يذهب إلى الجحيم وغير مأسوف عليه. مجلس التعاون الخليجي الذي أنشأته قبائل الخليج لمواجهة إيران والتسلط على الشعوب بدأ يحفر قبره الأخير بعد أن التهمت النيران أنظمة الخليج، وهذه المرة في سعير أمريكي يجمع المراقبون بأنه غير مسبوق وقد يحرق آخر أنابيب النفط والغاز التي تمد مشيخيات القمع بأسباب البقاء. لن ينسى البحرانيون زحف قوات درع الجزيرة وكيف أن طبالة آل خليفة رقصوا على جثث المواطنين وهم يهددونهم بالاتحاد الخليجي المقبل على الأبواب، ولكن صبر البحرانيون وصمدوا ولم يتغيروا وما بدلوا تبديلا. أما الطبالة والعازفون على وتر الاتحاد الخليجي وقواتهم المشتركة وهم اليوم ينتحبون مثل الحمقى حول تابوت الاتحاد الذي بدأت نهايته منذ أن دمر آل سعود دوار اللؤلؤة قبل 6 سنوات. ليس هناك ما يسلي شعوب الخليج أكثر من متابعة هذه النهاية السعيدة لمجلس التعاون ومشروع الاتحاد، لأنه كان مجلساً للتعاون على قمع النشطاء واتحاداً ضد آمال الشعوب في الحرية والسيادة الكاملة، وفي ذلك فلتفرح الشعوب وليبشروا بالخير العظيم. لن تقف الكرة عند ملعب قطر، فمونديال سقوط الاتحاد أكبر من الحدود الملتهبة بين الدوحة والرياض، وفي الأفق تكاد تكتمل الجولة المقبلة من الصراع بين الإمارات والسعودية في اليمن وغيرها، وبعد أن يخرج الكويتيون والعمانيون عن صبرهم ويعلنونها صرخة واحدة في وجه آل سعود، وحينها سيكون الخليفيون الجثة الهامدة التي يختم بها مجلس عزاء مجلس التعاون الخليجي، ولكن بفرح وابتهاج كبير.